وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني رسائل مهمة توجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح مركز مدينة السادات للإنتاج الحيواني، يعني ربما على رأسها أولوية تحقيق الأمن الغذائي والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. كيف تابعت يعني جولة اليوم وافتتاح اليوم لهذا المشروع الضخم المتكامل في مدينة السادات؟ هو بالفعل النهارده يعني من ضمن الإعجازات وليست الإنجازات التي تقدمها الدولة المصرية، وده بناء على الاستراتيجية الواضحة الموضوعة من عام 2014 حتى وقتنا هذا، الوصول إلى الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي داخل الدولة المصرية على كافة المستويات، المستوى الزراعي، المستوى الحيواني، وأيضا المستوى السمكي من المزارع السمكية. طبعا النهاردة مشروع مهم جدا، مشروع ضخم جدا، في تم تنفيذه وتم إنجازه في زمن ووقت قياسي، هيوفر طبعا العديد من العملة الصعبة في الاستيراد اللحوم، وأيضا بيوفر فرص عمل كثيرة، بيوفر أيضا أن اللحوم تبقى متواجدة والألبان في الدولة المصرية وعدم اعتماد على الخارج. احنا شايفين أن العالم كله فيه أزمات كثيرة جدا، لكن المشروعات القومية اللي بتتم على أرض مصر في الوقت الحالي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك استراتيجية كانت واضحة، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، الوصول إلى أن يبقى عندنا ثروة حيوانية، يبقى عندنا مزارع، يبقى عندنا مواد استراتيجية مهمة داخل الدولة المصرية، لعدم حتى الوقوع تحت طائل أن أي دولة تمنح إحنا طعامنا أو تمنع عنا طعامنا. الدولة التي تمتلك طعامها تمتلك قرارها زي ما احنا عارفين. فطبعا المشروع النهارده مشروع هام جدا طبعا، ويحتوي على يعني اعلى ما توصل اليه التكنولوجيا في العلم الحديث في مجال التربيه الحيوانيه. طب يعني استاذ جميل، يمكن هي دي النقطه اللي يعني احب اتكلم عنها وملفت نظري اليوم، هو بدايه اتباع المنهج العلمي في تربيه الحيوانات والانتاج الحيواني والالبان، وربما كان المعتاد هو الاعتماد على الجهود الفرديه، يعني كان الموضوع بتسير بشكل مختلف. بداية اتباع المنهج العلمي والتكنولوجيا الحديثة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الملف المهم، ملف الانتاج الحيواني اللي أصبح النهاردة يعني مسألة أمن قومي، خاصة مع الأزمات العالمية التي نشهدها يعني هذه الأيام. كيف ترى جهود الدولة في هذا الاتجاه؟ هو طبعا جهود الدولة في الاتجاه ده جهود زي ما بقول لحضرتك هي بناء على الاستراتيجية الواضحة اللي كانت موضوعة في عام 2014، الاعتماد على أحدث تكنولوجيا في كافة على كافة المستويات. يعني في هتلاقي حضرتك على المستوى الزراعي احنا بنستخدم أحدث أسلوب تكنولوجيا على مستوى العالم، هتلاقي في تربية الحيوانات هتلاقي برضو على أعلى مستوى من العلم الحديث وما وصل إليه العلم الحديث. يعني النهاردة هتلاقي داخل المشروع النهاردة هنلاقي في أكبر مركز للتكنولوجيا الحيوانية على الشرق الأوسط، وفيها أحدث المعدات وأحدث الخبرات اللي موجودة على مستوى العالم كله، فيها أيضا خبرات من أساتذة في الزراعة وفي المجال الحيواني. كل ده احنا الدولة المصرية بتعتمد على التكنولوجيا، على نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية والاعتماد على التكنولوجيا بشكل واضح في كافة مناحي الحياة. احنا ما بنعتمدش على المشروعات الفردية اللي بتنفذ أو الخبرة التقدمية، لا، احنا بنستخدم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في كل شيء داخل الدولة المصرية، وده دايما اللي بيأكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلبه بتوطين التكنولوجيا والوصول إلى أعلى معدلات التكنولوجيا على مستوى العالم في كل تخصص من التخصصات. وهو ده اللي بيزيد الإنتاج، وهو ده اللي
بيعمل على جودة الإنتاج أيضا باستخدامنا للتكنولوجيا. فهو ده اللي احنا شفناه النهاردة وشفناه طيب من قبل في المشروعات الزراعية. أستاذ جميل، أيضا من ضمن ما تم التركيز عليه اليوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على أهمية دور المجتمع المدني، وكان في حديث عن الجمعيات التي يعني لها باع في هذا المجال. كيف يعني نرى أو نلمس أهمية تكاتف المجتمع المدني مع الدولة ليكون هذا الملف ملف يعني متكامل في مصر، ويعني يتم تقديم الخدمة على أكمل ما يكون؟ هو التنمية داخل الدولة مش هتتم بالحكومة بنفسها أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات، ولكن يجب أن يكون هناك تكاتف من جميع مؤسسات الدولة، القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري أصلا اللي بيعمل في هذا المجال. تكاتف كل مؤسسات الدولة هو اللي بينمي الدولة المصرية، هو اللي بي 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 بيجعل أن هناك تقدم داخل الدولة المصرية. مشاركة القطاع الخاص ومشاركة الجمعيات الأهلية في كل المشروعات أعتقد ده بي 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 بينمي الدولة، وبيجعل أن هناك في تسارع في عمليات البناء، تسارع في عمليات الإنتاج، تسارع في مناحي الحياة ككل. فطبعا وجود الجمعيات الأهلية ووجود رجال الأعمال، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعو الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال للعمل داخل الدولة وتنفيذ المشروعات والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى، لأن التكامل هو ما يؤدي إلى تحقيق النجاح، تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. طبعا احنا شايفين الحكومة بتسعى، شايفين ان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقوات المسلحة تسعى، ده في اطار حفاظها على الامن القومي المصري والمساهمة في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. ولكن على الجانب الاخر وجود المؤسسات الخاصة والجمعيات الاهلية ايضا يساهم بشكل كبير في التنمية الشاملة للدولة. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الاهرام.